طبعا اليوم راح اسوي اكله كل السهله. فاول شيء عدي بيها بوتيته، بس شنو عدي طاوه بيها دهن وحاميه، وراح انزل بيها البوتيته واخلي البوتيته تنقلي نص قليه، وبعدها اشيلها من الزيت. بس شنو بس انقلي تمشي نص قليه راح ارفعها من الزيت. بس شنو بس فرغتها بهذا الشكل راح ادخلها الفريز لحد ما اسوي الحشوه. عمود الحشوه راح احمس شويه لحم مفروم، هسه بس وصل هاي المرحله راح اضيف عليه شويه ملح وشويه فلفل اسود واخلطه كل زين. هسه شنو عندي هنا بصل اخضر، بصل اخضر عندي هنا بصل وفلفل اخضر مقطع كلش ناعم، وراح اخليهم يتحمسون. هسه شنو بس استوى صار بهذا الشكل راح ارفع عدتي. هسه شنو طلعت البوتيته من الفريز وراح اخليها القليه الاخيره. طبعا شنو من نزلها الدهن مره ثانيه راح تستوي بسرعه. بس شنو بس وصلت هاي المرحله راح ارفعها من الزيت. بس شنو هي حاره راح احط عليها ملح واحط عليها بابريكا بهذا الشكل. شنو امزجهم بهذا الشكل كل الزيت. شنو بس سمعوا لي صوتها. بس شنو اخر خطوه عم اسوي الصلصه راح احط قالب مال الزبد، وبس داب الزبد راح انزل هنا عندي بصل مثروم وشويه وياه ثوم وامزجهم كل الزيت. شنو بس نحمس البصل والثوم راح انزل هنا عندي هاي صلصه مال بيتزا. طبعا تقدرون تستبدلوها بقطع مال طماطم او تقدرون تحطون معجون. طبعا انا هاي صلصه البيتزا مسويها قبل الفيديو لو تحبون تسووها. طبعا عندي هنا شويه بصل بودر راح احط عليها وامزجهم كل زين بهذا الشكل. هسه عندي شويه جبن شيدر، عندي هنا جبن موزاريلا، بس اخلطهم كل زين بهذا الشكل لحد ما يذوب الجبن كله. بس يبدي يذوب عندي هنا هذا نص كوب مال حليب، وعندي خاشوقه مال اكل نشا راح احطها على الحليب واخلطها كل زين ويا الحليب قبل ما انزلها على الخليط اللي بالطاوله. بس داب الخليط وصار بهذا الشكل راح انزل عليه الحليب والنشا وامزجهم كل زين. شو ناقصه شويه ملح، فراح احط لها ملح. طبعا لو قوامها شويه صار تخين فتقدرون تحطوها بس شويه حليب او شويه مي عادي. بس هيك وخلصت هاي الصلصه. هسه شنو على مود نكون الطبق، عندي هنا هذه البوتيته راح انزلها بهذا الشكل شلون ما كان يعني، وراح انزل عليها هيك بهذا الشكل شويه حشوه مال اللحم، وبعدها راح انزل من هذه الصلصه عليها بهذا الشكل. وبعدها راح انزل عليها طبقه ثانيه هيك مال اللحم. طبعا تقدرون تنزلون عليها هيك شويه لبن لو تحبون. واخر شيء عندي هنا طرشي وشويه ويا كرفس راح انزله هيك على الوجه كتزيين. تمام هسه الخطوه النهائيه انه راح نجربها، فراح نسوي هيك عمود نجيب بوتيته ونجيب لحم ونجيب هذه الصلصه. واو واو مثل هاي طبعا كلش طيبه، اللحم وهذه الصلصه والبابريكا اللي موجوده بالبوتيته رهيبة. شوفوا شلونها، خلي اخذ لها صور، رهيبة كلش طيبة. انا راح اخلص هذا الماعون كله. بس هيك وهذه الاكلة صارت على السريع وكلش طيبة، ان شاء الله تعجبكم جربوها.